واحد بيقول كلام كثير. هل توجد أدلة تمنع زواج الأخ من امرأة أخيه المتوفي؟ أنا نشرت مقالات كثيرة عن الموضوع ده، وتوجد قوانين كنسية واضحة، وتوجد الآية بتاعت لا يحل لك أن تأخذ امرأة أخيك. فبيقول هل هيرودس الملك أراد الزواج من امرأة أخيه وهو حي أم وهو ميت؟ لو وهو حي يقول له لا يحل ليك أن تأخذ امرأة واحد حي على طول كده، سواء كان أخوه أو أي قريب أو مش قريب أو غريب، ما يقدرش ياخذ زوجة واحد حي. ليه بقى لا يحل لك أن تأخذ امرأة أخيك؟ لأن إحنا حسب تعليم الإنجيل في الزواج إن يصير الاثنان واحدة. لما يصير واحد يبقى قرايب الزوج هم قرايب للزوجة، وقرايب الزوجة هم قرايب للزوج، فأمها تعتبر أمه. عشان كده بالانجليزي نسميها mother in law، يعني ام حسب الشريعة، وابوه برضو اسمه father in law، وهي تبقى sister in law يعني اخته حسب الشريعة. ولو كان الواحد ممكن يتجوز امرأة اخوه ممكن يقع في شهوة امرأة العيلة تفسد، يعني مفروض انها تبقى من المحرمات. بالذات قوانين القديس باسيليوس الكبير اللي بناخد الحل منه في القداس اتكلمت عن دي، وانا نشرت مقالات دي، ارجو ان انا اعيد نشر الحاجات دي في كتاب عن قوانين